لي الساعة 7 كتير مهمة اليوم، لأنه هي بتنشر كلمة الرب والكلمة الحقيقية اللي لازم الكل يعرفها بهالأوقات. دايماً بشوف إنها قوية جداً في تقديم الرسالة بتاعتها. نبض الكنيسة بينقل من خلال قناة زي قناة سات 7. نحب قوي نحضر خدمات تانية، فسات 7 بتوفر لنا الحكاية دي. أسبوعياً بنشوف خدمات في كنائس مختلفة، بنشوف نهضات، يعني هي مش استحالة بس صعب جدا أروح لغاية هناك عشان أحضر النهضة. كل العالم على السوشيال ميديا بتقول يلي بدي إياه، بقى نشكر الله أنه بعد في حدا عم ينقل الكلمة الحقيقية يلي هي كلمة الله لكل العالم. سات 7 خلتني أوعى على أشياء أنا ما كنت فاكرة فيها من قبل. كل ما أكون يمكن متضايقة يمكن ندور سات 7 وبحطها، بسمع ترانيم بتعزى. عندي والدتي عمرها 94 سنة، كنت محتارة بشو بدي إياها تلتهي وهي ما بقى فيها تروح على الاجتماعات. بعيد الأمهات هديتها تلفزيون وركبت لها دش وحطيت لها سات 7، وكتير مبسوطة فيها ومبسوطة أنا إنها عم تسمع الوعظ عم تسمع الترانيم. أثرت كتير بحياتي وعلمتني هي عن كلمة الرب وخلتني أتقوى وأتقدم بحياتي الروحية. بحب البرامج اللي بتهتم بالأسرة والتربية جدا، بتفرق معايا بشكل شخصي. أنا بحب البرامج الحوارية اللي هي فيها بث مباشر وفيها نوع من النقد الفكري اللي بيعلمنا زي نفكر في الكتاب المقدس. أكيد سات 7 عم تقدر توصل رسالة الخلاص لمسيحية الشرق الأوسط، وأكبر دليل أنه عم توصلنا نحن الرسالة. بحب أتابع المؤتمرات اللي بيبثوها، خاصة مؤتمرات الصلاة اللي بتبقى بعيدة عن مصر، بعيدة عن القاهرة، وأنا نوي إني أروحها، لكن بنبسط قوي فيها، بتجيب لي نوعيات خدام مش بشوفهم على الطبيعة. في كتير برامج حلوة على سات 7 وبتغطي من الصغار بالعمر والكبار بالعمر. بحب تابع أكتر شيء على سات 7 الاختبارات وكيف العالم عم تتجدد كل يوم، شوف عمل الرب بحياته.